دائما ما نسعى لبناء مستقبلنا وحياتنا، ودائما ما نرسم أحلام وتوقعات وأيضا خطوات حابين نمشي فيها، وبالمقابل في شعور دائما برافق هي المراحل بظل الظروف اللي عم نقطع فيها، حالة عدم الاستقرار اللي عم نقطع فيها، وهو شعور الخوف من المجهول، رح تزبط ولا ما رح تزبط، اللي جاي رح يصير ولا ما رح يصير. صحيح. وهذا الشعور شوي بخلينا هيك مترددين ببعض الأماكن، يمكن لأنه المستقبل لنا بيضله مجهول. صحيح. بغض النظر نحن كنا عم نخطط بشكل صحيح له أو لا، لكن اللي ما بنعرفه أنه البعض عندهم الخوف من المجهول هو سمة أساسية بيأثر على حياتهم، بيأثر على مستقبلهم، ممكن يلي خايفين منه أساسا يدعى بالقلق المزمن أو الرهاب الخوف من المجهول. لنحكي أكثر عن هذا الرهاب والمتلازمة راح تكون معنا ضمن استديو دامسكو الاختصاصيه الاجتماعيه اريج الرز. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم الف عافيه. يعطيك الف عافيه انسه اريج. اليوم الخوف او الرهاب من المجهول، خلينا شوي نعطي توصيف او شرح لهذا المفهوم او لهذا المصطلح. بدايه هي الخوف او الرهاب من المجهول او حتى القلق، بنسميه قلق معمم، هو حاله تكيفيه وطبيعيه بيمرق فيها الشخص. مبدئيا خلينا نوصفها، هي حاله تكيفيه طبيعيه بيمرق فيها الشخص تجاه اي تهديد او اي انذار خارجي. فالخوف والقلق لما انا بخاف او بقلق من شيء، هذا الشيء عم يعطيني انذار انه انا في 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 خطر معين او في تهديد معين او في شيء معين انا لازم الاحقه. قد يكون هذا الشيء بيتمثل بأذى جسدي، او قد يكون تأخر تعليمي معين، مهني، صحي، اجتماعي، عائلي. فدائما هذا الشيء بخليني اعرف انه انا هون في تهديد معين، او قد يكون حزن، ألم، يأس، يعني ممكن ياخذ شكل طابع نفسي. فهذا مبدئيا نحن عم نحكي ضمن حاله طبيعيه تكيفيه. الجسم اصلا في غلط اذا الشخص كان عنده شيء معين وما شعر بالقلق، فمبدئيا هي حاله طبيعيه. ولكن لما يصير الشخص تتطور هاي الحاله ويصير عنده هذا النوع من القلق هو دائم، تصير هاي الحاله هي دائمه منقيسه بشده معينه، بيكون على مدار وقت طويل كمده وكشده، وهي معممه على كل شيء احداث عم يمر فيها بحياته، فهون نحن صرنا باضطراب القلق المعمم. فنحن هون دخلنا بيطلعنا عن الحد الطبيعي، دخلنا بالحد اللي هو يعتبر انذار للشخص انه لا، هون في شيء غلط. طيب شو الابرز الاعراض يلي ممكن يكون مصاب فيها اضطراب القلق المعمم؟ هلا نحن بنشوف كذا شكل الاعراض. اول شيء ممكن نشوف اعراض مزاجيه، يعني الشخص دائما بيكون مزاجه قلق، متوتر، حزين، احيانا بنشوفه غاضب، عنده سرعه بالاستثاره، دائما على تيجي بتحكي كلمه لانه هو قلق فبينفجر مباشره. صحيح. كمان ممكن نشوف اعراض جسديه، بنلاقي هذا الشخص عنده سرعه بدقات القلب، بنلاقي عنده نفسه متسرع، دائما عم يتعرق، دائما عم يتحرك، متململ، هيك عم بينفخ، ما نوع عاجبه، ما نوع حابب الوضع اللي هو فيه، شعور توتر دائم. تماما، مثل ما يكون واحد عنده فحص بنلاقيه عم يدرس، هو عم بيروح ويجي يروح ويجي، هذا كله يعني طريقه عم يعبر فيها الجسم عن انه هو قلق. ممكن نشوف اعراض معرفيه، يعني افكار الشخص وخبراته المعرفيه بتصير دائما متشائمه، قلقه، دائما عم يتوقع الشيء السيء، دائما حزين. فهي هي ابرز الاعراض نحن بنلاحقها وفق هي الزمر. تماما. اريج، اليوم موضوع التجارب السابقه قديش ممكن تاثر على هذا الموضوع؟ انا وقت اقطع تجربه او اثنين او ثلاثه بحياتي بياثر اني انا ضل خايف، كونه انا قطعت مثلا كنت عم فكر بمجال معين وكان هذا الخوف مرافقني وقطع وما زبط، فانا هي التجارب وتكرارها هي سبب لاني انا ضل خايف. تماما. هلا انا بخصوص موضوع التجارب، فنحن ايه هي بتاثر التجارب على زياده شده القلق او انه الشخص يصير شخص قلق، بالاضافه لانه نحن اذا بدنا نحكي اكثر بالاسباب اللي بتادي اصلا او العوامل اللي بتادي للقلق، نحن بنحكي عن ثلاث اسباب. اول شيء العوامل البيولوجيه، احيانا الشخص ممكن يكون عنده جسديا يعني شو بنسميها انه اعراض او عوامل بتاهل انه هو الشخص يصاب بالاضطرابات، باضطراب القلق عفوا، مثل اذا في اصابه باجزاء معينه من الدماغ او اذا في اصابه بالنواقل العصبيه، تحديدا السيروتونين والنور ادرينالين هن اللي ممكن يساعدوا انه الشخص يكون قلق. فنحن اول شيء بنطلع عليه هو اذا في عوامل بيولوجيه او لا. هذه بحاجه يعني معناها لفحص سريري عصبي 100% بحاجه لفحص سريري وتحاليل معينه ليقيسوا هل النواقل العصبيه فيها اي خلل، فهي ممكن تؤدي ل انه الشخص يكون قلق. تمام. النقطه الثانيه اللي بدنا نحكي فيها هي العوامل النفسيه.
ففي مدرستين بعلم النفس بالمجمل، في مدرستين هنا حكوا بهذا الموضوع وكان يعني رأيهم هو الأبرز والمعتمد. أول شيء هي المدرسة التحليلية النفسية يلي بتقلك إنه القلق هو عبارة عن صراع غير واعي مرق فيه الشخص. هذا مشابه للشيء اللي حضرتك عم تذكره اللي هي القصص اللي مرق فيها الإنسان، هي عم بيكون ما نواعي له ولكن هي أثرت بمرحلة معينة فظهر على شكل قلق. أو أكثر شيء بنشوفه هذا الشيء عند الأطفال اللي منحدرين من عائلات كثير متطلبة، يعني جاب الثمانية الولد بالفحص انت لازم تجيب التسعة، لازم تجيب العشرة، انت لازم تجيب على طول، بحالة توتر على طول 100%. فهو دائما متوتر وقلق لما بيكونوا هنا متطلبين دائما وصارمين، فالشخص رح يكبر معه قلقه فبيطلع عنه شخص قلق. اما المدرسة الثانية هي المدرسة السلوكية بتقلك انه القلق بالوقت الحالي الشخص بيقلق نتيجة تشوه بطريقة معارفه او الادراك المعرفي اللي عنده او خبراته السابقة، يعني هو اليوم بيطلع على الموضوع بس ما بيطلع عليه بشكل واعي ودقيق، بيكون عنده شغل معين بده ينجزه، هو ما بيشوف انه انا عندي شغل معين بتوقيت معين انا قادر اني انجزه، لا هو دائما قلق انه انا هلا لازم اخلص هذا الشغل، فهذا الشيء بخليه هو بحاله قلق لانه هو بمعارفه او بالافكار المعرفيه اللي عنده هو ما عنده هاي النظره تبع انه ايه انا معي وقت، انا فيني وزع مهام، انا فيني كذا، انا في ما عنده هاي الحلول، فهذا الشيء بخليه يكون شخص قلق تماما. طيب بعيدا عن انه عم ينظر للوقت والعجله هي، ممكن يعني بعدنا بقصه التجارب السابقه نظر للامور اللي فشلت بحياته وضل عم يستمر معها بهيدي القصه، يعني مثل ما شاف النص الكاس المليان مثل ما بيقولوا 100%. دائما الاشخاص القلقين هنا عندهم هاي المشكله انه هنا ما بيقدروا يشوفوا النص المليان. هلا بالمجمل باعتبار انه القلق موجه للمستقبل وللظروف المحيطه، فايه هو بيتاثر بالماضي ولكن يعني هي بتطلع على شكل افكار غير واعيه. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية هو فعليا حسب الدراسات أبرز الأشخاص اللي أصلا هن ممكن يصابوا باضطرابات القلق هن الناس اللي تعرضوا لصدمات سابقة، فالصدمات السابقة بوقت معين إيه رح تطلع على شكل اضطراب قلق. هن نفسهم الناس يلي عندهم اكتئاب، مو الاكتئاب اللي نحن بنقول عنه أوقات يعني تغير مزاج فاكتئبت شوي، هن يلي فعلا مصابين بالاكتئاب بأعراضه يلي بنعرفها اكتئاب حاد أو اكتئاب متوسط، هن أكثر عرضة لينصابوا بالقلق. هلا ممكن، ولكن يعني ما هي دراسات أثبتت إنه اللي مصابين بالصدمات ممكن يؤدي هذا الشيء لل بيئتهم خصبة أكثر يمكن تماما، جاهزين أكثر للقلق. ولكن كتشابه أعراض نحن لما بدنا نشخص أعراض في كثير أعراض متداخلة بين القلق وبين الاكتئاب، فهذا الشيء بيخلي انه الشخص ممكن يبلش بقلق يروح لاكتئاب او يبلش باكتئاب يتطور لقلق تماما، لانه الاعراض جدا متشابهه وحسب كل شخص والبنيه المعرفيه اللي عنده، وتحديدا القلق هو اصلا ما له كثير معيار واضح لكل الاشخاص، هو يختلف من شخص لاخر طبعا للبيئه اللي هو فيها للافكار المعرفيه اللي عنده، فهذا الشيء ممكن ياثر ببعضه، ولكن هنا يعني ما له قاعده ثابته. هي الاكثر عرضه للاصابه بالقلق هن مصابين الصدمات او الاشخاص اللي مرقوا بامراض مزمنه معينه، اللي كان عندهم امراض معينه وشوف يوم منها بنلاقيهم هنا دائما بحاله قلق فبيتطور عندهم ليوصل احيانا لاضطراب نفسي تماما. اليوم موضوع الازمات، حروب، مجاعات الى ما هنالك، وللاسف يعني بالفتره الاخيره ما حدا سلم من هي الازمات، قطعنا كسوريين بحرب طويله وعقباتها الكبيره، وايضا اليوم أهالي غزة والأحداث اللي عم تصير بفلسطين، قديش اليوم موضوع الرهاب من هاي الحالات، أو قديش ممكن يصير عندنا خوف من المجهول نتيجة التعرض لهي المواقف، نحن اختبرناها اليوم غير أشخاص ما اختبروا، اليوم عم نشوف ايضا يعني احداث كثيره، قديش هم بتاثر هاي الازمات؟ الحقيقه الاشخاص اللي هن اختبروا هاي الازمات والصدمات مثل ما قلنا يعني نتيجه الاحداث اللي احنا عم نشوفها، طبعا احنا ما فينا نعتبر حالنا بعاد او صحيح. يعني الشعور الانتماء والشعور الانساني صحيح. هو اكبر من هيك، فلهيك نتيجه هذا الشيء في اشخاص كثير في مراجعات عياديه عم بتكون نتيجه تاثرهم بالشيء اللي عم بيصير وتذكرهم لاحداث صادمه هن مرقوا فيها، فهذا الشيء عم بيخلي عندهم حاله من القلق، فاكيد هي مرتبطه بشكل كبير لانه البنيه المعرفيه مثل ما قلنا كل شخص هي مختلفة، في أشخاص بيرجع بيقول لك إنه هو عم يقطع بهيك، معقول نحن نوصل يرجع يصير فينا كذا، يرجع يصير فينا هيك، فللأسف يعني الأفكار دائما يعني فكرة سلبية بتجر أفكار سلبية. صحيح. فنحن طبعا بنتاثر بدرجه كثير كبيره، نحن كسوريين مرقنا بهي الاحداث، نحن نعتبر اشخاص طالعين من صدمات، فنحن كثير عرضه لنتاثر بهذا الموضوع.
بالمجمل دائما نحن بنركز على قاعده اساسيه نقدر نتعامل فيها مع هذا الموقف. نحن ما فينا نغمض عيننا ونعمل حالنا مو شايفين. صح. فالطريقه الافضل لنتعامل فيها مع هذا الموقف ودائما من نحكي فيها انه نركز على دائره السيطره. يعني دائما بنقول للشخص ارسم دائره، حط الامور اللي هي تحت سيطرتك ضمن هاي الدائره، اما الامور اللي خارج سيطرتك خليها خارج هاي الدائره، ليضل الدماغ دائما مدرك انه في امور هي فعلا خارج سيطرتنا، مثل الحروب، مثل الكوارث الطبيعيه، الازمات. صحيح. هاي الامور هي كلها خارج دائره سيطرتنا. صحيح. بينما كيف نحمي حالنا، كيف نقدر نقدم المساعده للغير، كيف يعني نحن اليوم كاشخاص شو فينا نتصرف، كيف نقدر نتدارك الامور بعدين، هي كلياتها ضمن دائره سيطرتنا. فنحن دائما بنركز عليها وبنخلي الامور اللي خارج سيطرتنا خارج الدائره لحتى الدماغ يتاقلم مع انه هي فعلا امور خارج سيطرتنا، بالتالي ممكن يقل مستوى القلق. طيب هذا التعامل بيكون بالنسبه للكبار، بالنسبه للاطفال اللي ذكرتي انه ممكن يكون عندهم قلق من المستقبل او المجهول او هذا القلق المزمن، كيف ممكن يعني خليه يتعامل مع الاحداث او مع القصص والاخبار اللي مضطرين بيسمعها؟ اذا ما سمعها من الاهل ممكن يسمعها من المدرسه، من الاصدقاء، من غيره. كيف ممكن وصل له هي الفكره كرمال ما يكون قلق او يفكر انه بعد حنرجع نعيد الاحداث او حيصير فينا شيء؟ وهي المشكله كثير ممكن تكون شائعه لانه الاطفال مشكلتهم انه ما بيعبروا دائما بلحظتها عن الشيء اللي هن عم يمرقوا فيه. فالفكره الرئيسيه والاهم انه نحن نساعدهم يتعلموا يعبروا. يعني انا لما طفلي اصلا هو عنده هاي المخاوف، هو شيء منيح، هذا بدل على وعي الطفل، فهو شيء ايجابي، ولكن كثير مهم نحن نعلمه كيف يخلي مخاوفه ضمن 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 دائره ما تسيطر على تصرفاته لاحقا. ممكن نساعده دائما يعبر، هي اهم نقطه. الاهل دائما يكونوا عم يتواصلوا مع الاطفال ليقدروا يسمعوا الافكار اللي هي عندهم ويقدروا فورا يتداركوا. يعني انا ابني شو خايف؟ هل هو خايف من الحرب بحد ذاتها؟ هل هو خايف من المشاهدات اللي عم بيشوفها على التلفزيون؟ هل هو يعني انا افهم مخاوفه لاعرف انا كأم او كأهل كيف فينا نتصرف؟ بالاضافه لانه دائما ندمجهم بانشطه جماعيه، نحاول نبعد الاطفال قدر الامكان عن هاي الامور، لانه للاسف مثل ما ذكرتي يعني هن يعني اضعف من انه يقدروا يستوعبوا هاي الاحداث كلها اللي عم تصير حوالينا. فكتير مهم نقدر نخليهم يتجنبوا، ولما ما يتجنبوا دائما يكون في تواصل قوي لنقدر نفهم هن شو مخاوفهم لحتى يعني نعطيهم الحلول المنطقيه الواقعيه، نكون واقعيين كتير معهم ونساعدهم اهم شيء يعبروا عن مشاعرهم، ما يكبت الطفل لانه رح تطلع بشكل اخر. تماما. اليوم من خلال حديثنا يعني تبين انه في اوقات نحن لازم نخاف وطبيعي انه نخاف، هذا الخوف لازم يرافقنا بتفاصيل يومنا، طبيعي منطقي. اليوم انا خاف من ما الاقي سير، خاف ما الاقي من اي تفصيل عم بقطع فيه، انا في احساس الرهاب والخوف مرافقني. صحيح. هلا للاسف هو عم يكون موجود، عم تكون موجوده هي الحاله وبكثره. فلهيك نحن دائما لما بدنا نشخص انه هذا الشخص مصاب باضطراب او هو ضمن الحاله الطبيعيه، فنحن بنرجع للدي اس ام 5 اللي هو الدليل التشخيصي يلي على اساسه بنقيس هل هذا الشخص فعلا هو بعده ضمن الحاله الطبيعيه، ونحن ممكن يعني شوي نشتغل بشويه نصائح على اساس هذا الشخص يقطع بهاي المرحله اللي عم يمرق فيها، قال هو او هو فايد بالاعراض الاضطرابيه، فهون نحن بدنا نستخدم معه خطه علاجيه معينه. فأول عارض هو عارض التوقيت مثل ما ذكرت، أول شيء التعميم الشدة، ثاني شيء التوقيت. نحن دائما لما بدنا نشخص اضطراب الاكتئاب بده يكون الشخص عم يقطع فيه صار له 6 شهور، هاي بداية كوقت. تماما كوقت بده يكون في 6 شهور هو عم يقطع بهاي الحالة كلياتها، عم تكون معممة على كل الأشياء اللي حواليه. النقطة الثانية اضطرابات النوم، بنشوف هل عم يعاني الشخص من اضطرابات معينة بالنوم، هل عم بيعاني من اضطرابات بالأكل، أحيانا في أعراض جسدية بتخبرنا إنه هذا الشخص عنده قلق، مثل بنلاقي في أشخاص لما بيقلقوا بيصير عندهم تشنجات عضلية معينة، بتلاقي في ناس بتوجع رقبتها، كتافها، هي كلها علامات إذا استمرت بتدل على أنه الشخص هو فعلا بحاجة لملاحظة اضطراب الاكتئاب. في ناس بتوجع معدتها لما بتلبك، أو في ناس ممكن لا سمح الله تتطور معهم لأمراض قلبية معينة، ضغط، سكري، أزمات قلبية، هي كلياتها أعراض بتنذرنا أنه نحن هون فتنا بمرحلة يعني الجسم خلص عم بيقول أنه أنا تعبت من هاي الحالة، ما بقى للطبيعية، فهون المفروض أنه نحن نشوف خطة علاجية معينة ممكن تكون دوائية أو نفسية ونتبعها معه. قبل ما نروح لفكرة العلاج وكيفيته، مين هن الأكثر عرضة للإصابة بالقلق؟ كان رجال، نساء، كبار بالعمر أو شباب؟ عموما الدراسات أوضحت أنه النساء هن أكثر عرضة للإصابة من الرجال، لأنه دائما النساء عتلانين هم تماما، تحديدا بمجتمعاتنا الضغوطات الاجتماعية اللي عليهم بتخليهم دائما قلقين،
الأم لما هي بتكون عم بتربي دائما في تحذيرات اتجاهها انه اولادك رح ينقال تربايه ام ورح يعني دائما هي المصطلحات عم بتلاحظ تماما في الضغوطات الاجتماعيه يعني بتكون عن النساء هي اكبر. اضافه لهيك التقلبات الهرمونيه اللي هي بتكون اكبر عند المراه فهي ممكن تكون تخليها مؤهله لتكون اكثر اصابه من الذكور. تماما. اليوم موضوع العلاج ذكرنا انه ممكن يكون علاج طبي دوائي وممكن يكون يتعلق بالاختصاصيين الاجتماعيين او الجانب الاجتماعي بهذا الموضوع. خبريني اليوم انا كيف بدي اتابع ستيب باي ستيب لاقدر اوصل لحاله سليمه طبيعيه. خاف وقت لازم خاف وما خاف وقت ما لازم خاف؟ صحيح. بدايه اول شيء بدنا نبدا كخطه علاجيه مثل ما قلنا نحن لنحدد اصلا العوامل الاساسيه للقلق ونشوف نفهمه بدنا نكون ماشيين مع طبيب نفسي او طبيب عصبي بيقدر يعملنا فحص سريري على اساس يحدد هل هذا الشخص عن جد عنده اضطراب قلق او هي مرحله وبيقطع فيها. اذا تحدد انه عنده اضطراب القلق وهو بحاجه لمعالجه دوائيه فهم ببلشوا يعطوا مضادات القلق لفتره معينه بالاضافه لمضادات الاكتئاب لانه مثل ما ذكرنا انه احيانا الاعراض بتتداخل مع بعضها النواقل العصبيه فكذا فهو بيكون بحاجه لخطه متكامله ممكن ينعطى يعني مضادات قلق لمده معينه ومضادات اكتئاب. وطبعا يعني كلا الادويه لما تتاخذ بوصفات طبيه حصرا بعض الناس بيخافوا من هذا الموضوع تماما. انا بدي نوه على هذا الموضوع انه الادويه النفسيه حصرا لما تتاخذ ضمن الوصفه الطبيه ضمن الوقت اللي الدكتور معايره يكون في التزام بالتوقيت وبالمواعيد والدكتور محدد 3 شهور انا بضلني 3 شهور فقط مراجعه ما باخذ 100% ما باخذ 3 شهور ويوم. يعني الادويه النفسيه كل ما كان الشخص دقيق معها اثارها الجانبيه بتكون اقل 100% ما بتعمل اثار سلبيه مثل اللي نسمعها انه بيعمل بخليك دائما نايم بخليك لا نهائيا الا اذا فعلا الشخص هو بحاجه لهذا النوع من الادويه. اما هي كمخاطر او اعراض جانبيه هي بتكون طالما انها تحت استشاره طبيب ومضبوطه فامورها بتكون بخير. فكثير اشخاص بنلاقيه ما عم بينام بيروح اعطيني دواء مضاد قلق من الصيدليه هون كان طبي او غيره يعني 100% مفروض. فهون عم يتعرض فبنلاقيها هي فكره شائعه وهي جدا مغلوطه. بعد ما ياخذ هاي الادويه بننتقل للمرحله الثانيه واحيانا بتكون متزامنه مع المرحله الدوائيه اللي هي مرحله العلاج النفسي. بيكون في علاج معرفي سلوكي بيستهدف الافكار وبيستهدف سلوكيات الشخص ضمن برامج معينه تخدم الشخص وطبيعه حياته وانشطته اليوميه وما الى هنالك. فهي الخطه بتكون مركزه طبعا ل يعني نمط الحياه تبعيه الشخص وعلى اساسها بتمشي المرحله العلاجيه مع اخصائي نفسي. تماما. طيب بدنا منك اخيرا نصائح لحتى ما يتحول هيدا الخوف والقلق الدائم لوحش بيقتل مستقبلنا وحاضرنا اللي عم نعيشه يمكن يكون سعيد جدا. صحيح. فاول نقطه كثير مهمه دائما نحن كاشخاص نتعلم كيف نعبر عن الشيء يلي بدنا مخاوفنا. نلاقي دائما الاشخاص اللي يسمعونا او اللي نحن نوثق فيهم نقول لهم انا خايف من كذا انا قلقان من كذا. دائما لما الانسان بيحكي او بيكتب اذا هو ما انه قادر يحكي كثير شيء ايجابي يكتب الشيء اللي هو قلقان منه او خايف فهذا الشيء رح يساعد على انه تخف عنده هاي التوترات الموجوده. ثاني نقطه كثير مهمه انه نكون دائما مدموجين ضمن يعني عندنا انشطه اجتماعيه معينه مدموجين ضمن جماعه نحن بنحب نتواجد معهم. تواجدنا مع الاشخاص بخفف من مستوى القلق. انت بتبطل تفكر لانه هو القلق عباره عن شيء انت ما انك عارفان شو هو بس عم متوتر لشيء انت ما بتعرف شو ممكن يصير. فدائما تواجدك مع جماعات واشخاص رح يخفف من انك انت تكون عندك حاله القلق. كمان بالنسبه هلا للاشخاص اللي هن اصلا عندهم اسباب واضحه انا عندي امتحان فانا متوتر دائما بنصحهم بتمارين الاسترخاء تمارين التنفس ياخذوا الشهيق عن طريق الانف تمتلئ فيه المعده لفتره بعدين الزفير يكون عن طريق الفم. تكرار هاي العمليه هلا احيانا في ناس ما بتقتنع ولكن تكرار صحيح. هاي العمليه والشخص متوتر بخفف من هذا التوتر بالتالي الشخص ممكن يرتاح. في تمارين معينه للاسترخاء كمان الشخص لما يتعود عليها ويمارسها اثناء التوتر كمان جسمه رح يرتاح. تحديدا اللي بيعانوا من تشنجات عضليه او الام بالمعده هاي القصص كثير بتساعدهم انهم يرتاحوا بلحظته. كمان كثير مهم الشخص يخصص وقت لنفسه لراحته. يعني انا ما ضروري كل الوقت شغل او دراسه او انا كل الوقت مضغوط بمشاكلي العائليه لا كثير منيح اني انا اقدر اطلع خصص وقت لنفسي لارتاح فيه حتى لو ساعه بقلب النهار 100% مارس رياضه اعمل نشاطات معينه. في اشخاص احيانا بيمارسوا طقوس دينيه بتساعدهم على انه يرتاحوا بخففوا من هاي الضغوطات بالتالي بخف عندهم مستوى القلق. تماما. يعني بالختام نتشكرك الاخصائيه الاجتماعيه ريج رز نورتينا لليوم و
ودائما نتمنى صحة سليمة وسعيدة نفسيا وصحيا للجميع. شكرا كثير لحضرتك. شكرا كثير لكم، يعطيكم ألف عافية.